كلنا واحنا صغار كان عندنا معاناة معينة، تمام؟ طبعا كل طفل كان عنده معاناة، ولكن بتختلف المعاناة من طفل لطفل. في أطفال كانت معاناتهم قاسية، وفي أطفال كانت معاناتهم طرية، وأنا معاناتي كانت طرية. كنت أعاني من التبول الإرادي. تضحكوا؟ طب الله اضحك دقيقة، عرفتك زميل زميل. دقيقة عشان أحفظه خلص. طب مين هون كان يعاني من التبول الإرادي؟ شو؟ قلت لكم بلا من هند جو، قلت لكم يعني واحد دفع 20 ليرة أكيد فيش معناه في طفولته. جد بحكي جد، ما حدا فيكم بس أنا؟ أنت؟ أنت واضح ما شاء الله كل يوم كانوا يغيروا لك. أنا عملت ريسيرش على الموضوع، تمام؟ بحثت عن موضوع التبول الإرادي عشان أشوف نسب الأطفال. اكتشفت أنه تحت الأربع سنين تصل إلى 25%، وتحت 12 سنة تصل إلى 10%، فوق 12 سنة 2%، وأنا منهم. إنجاز يعني لو كملوا أبحاث بأخذ اللقب عادي. الموضوع فيه له عواقب، تمام؟ يعني بصير عندك لا مبالاة رهيبة. أنا كنت مثلاً أنا أكون نايم، أصحى من النوم، أطلع أقلب الفرشة وأرجع نام عادي، وظل كل يوم أقلب فيها تتستوي. يا أخوان الله، هذا مغير 20 فرشة. أمي حاولت كثير معي إنها تأخذني على الدكتور، بس أنا رافض جداً. يعني بحاول أفكر شو ممكن يصير، رافض تماماً إني أروح على الدكتور. فصارت بدها تحاول معي بالطرق الشعبية، صارت تقول لي إنه ممنوع تشرب سوائل بعد المغرب. بقول لي ممنوع بعد المغرب أشرب سوائل. أكون قاعد في البيت زي الضب من التصحر، وأنام وأعملها حالي ومبلل حالي لهان. فعلياً لو شربت يمكن أغرق. ما بعديها شو بعديها ايش؟ على اساس انها قررت انها ايش تصير، تيجي بالليل بنص الليل تصحيني افوت على الحمام. طبعا تيجي علي وسيم قنقو قرفي قرفك خليك بتلاحق ما بتعرفوا بتحاول تصيد التوقيت ولا ما هي قادر. يعني بتحاول تيجي علي مثلا على الوحدة بالليل، كل مره بكون سابقها. لا دقيقه شوي، شو انت اخوي؟ اللي بضحك كثير جوز لا مش اخوي. طبعا اخواني هون يا جماعه بالله تحيوهم عشان الطريقه الاخيره ما اتوقع صارت معكم، لانها مش عارف يعني غريبه وجماعه ترو ستوري صارت معي. سمعت صاحبيت امي بتوشوش في امي، بتنصحها بتقولها اسمعي خوفي. ترو ستوري يا اخوان، انا سامعها بتقولها خوفي، هذا بكون بجاكر وكذا خوفي ببطل. يا جماعة بنفس اليوم داخل أنام، طفيت الضوء داخل أنام زومبي. يا جماعة دخلت علي أمي بتقول لي بقص خبرك إذا بتعملها حالك. عملتها وأنا صاحي. اكتشفت إنه الموضوع ما إله حل، وأنا ما بدي أروح على الدكتور، فقررت خلص إني أتعايش مع الموضوع وخلص وعادي. صرت كل يوم أنام على اليابسة وأصحى في بحيرة، قلبت كائن برمائي، فخلص بدي أتعايش مع الموضوع. يعني عجبتكم لحالكم هاي؟ ففي شغلة أتوقع صارت مش معي لحالي، مع أغلب يعني زملائي المتبولين الإراديين. وأنت نايم بتحلم اللي ضحكوا بدي صيدكوا اخوان، انا بدي صيدكوا، انا سمعت واحد هون واحد هون واحد هون. وانت نايم بتحلم انك فت على الحمام. بتسترسل في الحمام وانت بتكون بالطبيعه نفس الاشي، في لينك، بتحس انك انت كنت نايم ومخك صاحي زهقان شو نعمل، بيعمل سيميوليشن للموضوع وبكبس انتر.
انت نايم. صارت معي قصة مرة، كنت بدي اروح على دار عمي، تمام؟ رحنا على دار عمي، قاعدين بلشوا بفقرة الشاي، قاعدين موزعوا شاي بعد المغرب. اجوا بيعطوا فيي، مش عارف، مسدت ايدي بدي اطول، بتطلع فمي. I will find you and I will kill you. قلت لهم لا بحبوش، بشربش، بتعاطى بس. المهم وزعوا الشاي وكل شيء وقعدنا، سهرنا سهرة لطيفة. اجينا بدنا نروح، اجى ابن عمي وقال لي مسلم خليك نام عنا، نام وزمان نفسي. قلت له روح روح احكي لامي. ما يا خالته خلي وسيم ينام عنا. لا لا، وسيم بحبش ينام غير على فرشته، انا عقدتي فرشتي. عم مشمع، مشمع وينه؟ مشمع. فبدي اقنعها لانه بصراحه السهره كانت كثير حلوه، لازم اقنعها. قلت لها يما بوعدك بوعدك ما انام طول الليل. مش مشكلتك بالشو اسمه؟ خلص طول الليل بضل صاحي صاحي تا يطلع الصبح بروح. المهم بالاخير اقنعتها. رحنا احنا والولاد ولاد عمي ونلعب مبسوطين وكذا، واجا وقت النوم. دخلنا على الغرفه، طف الضوء والكل نايم وانا صافن. طافين الضوء ونايمين، يعني كمان بريك شاي بقلب ابو فارس باب الحاره. لا دقيقه بس يا اخوان بس اكمل. طيب ف فيش يا اخوان هيك صاحي، فيش 10 دقائق بلشت، فيش 10 دقائق ثانيه بلشت ونمت. صحيت الصبح، صحيت اولاد عمي مش جايين، عزمت امي. صحيت الصبح يا حبيبي عاملها حالي، وشو المشكله؟ انا وابن عمي على الفرشه، وانا والفرشه على الغريب. لا شو دخل ما صحيت متوت، يعني معايا نفس الفرشه يعني، ومبل ومبلل زي كيس البول جنبي، مش عارف شو بدي اعمل. اجت بصالحي لاني طلعت، قلت خي يصحوا علي لبسوا ياما. طلعت برا على الشمس وقعدت بستنى انشف. ترو ستوري. قعدت زيك في الشمس بستنى بستنى، بالاخير سمعت واحد بيقول وسيم استنى ما شفته. اي صحيح. فروحت رحت زيك، لقيت عمي شو ماسك ابن عمي بيقول له ولك ليه؟ قلت لك ما تشربش في الليل. انا شفت شربت مش شربت ايش، قلت لك تشربوش في الليل. قلت له اسمع نادي لي مرت عمي، نادى لي اياها، قلت لها خوفي. فكحت روحت، قعدت صفنت بيني وبين حالي، يا جماعه خلص صرت كبير كبير جد خلص، يعني لازم احل الموضوع. رحت عمي قلت له خلص خذيني على الدكتور. رحت على الدكتور، يا اخوان انا رايح على الدكتور دمي ناشف عدم مؤاخذ، مش رايح افحص طحونتي. يقول لي رايح افحص شو يعني؟ في ما بعرف، يعني ما بعرف شو ممكن يصير، قاعد بتخيل وخايف. دخلت على الدكتور، اول ما دخلت اول اشي شفته قدامي ابره ومقص، والدكتور لابس جلوفز عليها دم وماسك مشرط وبيقول لي تعال. طب استنى، طب 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 ادخل على الحمام بس ماتش اعتزال يعني. بقول لي ولك وسيم، قلت له نديني سوسن خلص. رحت على الدكتور قربت منه زي هيك، شلح الجلافز، حط الشفره على جنب، قلت له شو بالمقص؟ قال لي لا لا ما فيها، لا ما فيها شيء ان شاء الله الحمد لله على سلامتك، والموضوع بسيط، خذ الدواء هذا واشرب كل يوم، يعني كل يوم حب الدواء امورك تمام. قلت له بس هيك يا زلمه؟ يسعد دينك. روحت على الدار مبسوط مبسوط وبغني وشربت الدواء ونمت بدري. صحيت، هاي مش صحيتي يعني، انا مش في شيء غريب، صحيت من النوم في شيء غريب، انا هيك من ولادة هسا. طلعت ولا انا ناشف؟ يا الله شو انه كان شعور حلو، بحسدكم كلكم عليه الا كم من واحد. ايوه
مبسوط، صحيت من النوم مبسوط، قمت وبركض ومن الفرحة والدنيا صارت خضرة وشجر، وبركض حالتي حالي وفراشات، ووقفت جنب شجرة وشحلت بنطلوني بدي اعملها، جتني بتقول لي اصحى اصحى قوم غير.